يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية ومنتسبو معسكر الشهيد حسن الملصي تلقين الغزاة والمحتلين دروسا قاسية وكسر زحوفاتهم في جبهة الساحل الغربي. صمود أكبر من أن يوصف وتضحيات أعظم من أن تذكر ومواقف يستحيل العبور عليها طال الزمن أو قصر. لا يكاد يمر يوم إلا ويسطر رجال الجيش واللجان الشعبية ملاحم بطولية في مختلف جبهات المواجهة وخطوط التماس الأولى مع العدو وأذياله، فمن جبهات ما وراء الحدود إلى ميدي وصرواح ثم نهم. يستمر رجال الرجال في تحقيق شرف الانتصارات والتنكيل بالأعداء وصولا إلى جبهات المخا الأكثر تعقيدا في واقع طبيعة جغرافيا وتضاريس الأرض المفتوحة. واصل منتسب اللواء الشهيد الملصي الصمود والتصدي للجحافل المرتزقة والمواجهة المستميتة لكل محاولات الزحف أو التقدم على امتداد الساحل الغربي لمدينة المخا المحتلة. نحن هنا من جبهة المخا نقول لأهل سعود نحن هنا صامدون صمود الجبال الروازي، ولن نتزحزح ولن نكيل ولن نمي، ونضمن أسر الشهداء أننا نحن على ضرب الشهداء ماضوا. نحن أبناء الجيش المرابطون في جبهة الساحل الغربي نعاهد الله والوطن والقائد بأننا صامدون صمود الجبال الرواسي، وأننا لن نتزحزح من هنا حتى لو تزحزحت الجبال، وأننا ماضون على الدرب. بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. أمام هذا التصدي والاستبسال والتضحية بالغالي والرخيص لمنتسب اللواء المرسي واللجان الشعبية، يقابله على الضفة الأخرى انكسار وتراجع مخزي للعدوان وأذياله وأزلامه رغم فارق مكانته وأدواته وعتاده العسكرية. نحن أبناء الجيش واللجان الشعبية منتسبين لمعسكر الشهيد الملصي، من هنا من جبهة المخا نرفع عز التحايا إلى الشعب اليمني العظيم، إلى زعيمنا وقائدنا أبو أحمد، ونقول له أن على خطى الشهيد حسن الملصي ماضون حتى آخر قدرا من دمائنا. منذ عدة شهور ماضية ومثلها قد تكون قادمة باءت زحوفات المرتزقة في كل جبهات المخا بالفشل والانهزام، ورغم محاولاتهم البائسة الرامية إلى تحقيق انتصاراتهم الوهمية الضامنة لاستمرار تدفق أموال العمالة والارتهان، سرعان ما تتلاشى تلك الأحلام المستحيلة لتدفن بسواعد رجال يحملون شجاعة وإقدام ما يكفي لصمود أمم بأسرها، ما يجعل المرتزقة مجبرين على الفرار والهروب مخلفين وراءهم العتاد والعدة ولعنة التاريخ ووصمة العار والهزائم والانكسار. نحن هنا أبطال معسكر الشهيد حسن الموصي في جبهة المخا من أبطال الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، لن نتزحزح ولن نبرح أماكننا، ونوجه رسالة العدو أننا صامدون وثابتون في باث الجبال الرواسي حتى النصر أو الشهادة. لو السماوات لهب وهذا الكون يشعل باللهب والأرض تتخرب ويعدم كل حاجة في الوجود، نقسم قسم بالرب ما نهرب إذا حان طلب، فالحرب ما نلعب ونهجم في المعارك كالأسود. قولوا لمن خرب بلادي جيشنا منه اقترب، للموت بايشرب ونكسي السلاسل والقيود. للموت قلبي حب ما حب المناصب ورثب، يا العنب ومنهب لجل البندقية والنقود. رغم كل العوائق التي تفوق العقل والمنطق يستمر معسكر الشهيد الملصي في رفض جبهة المخا وغيرها من الجبهات بأشداء مقاتلين مرابطين في ميادين العزة والكرامة مدافعين عن تراب أرضهم وعزة ومجد وطنهم كغيرهم من رفاق السلاح والكفاح ممن وهبوا أرواحهم الزكية لله والوطن والثورة والوحدة والجمهورية. فارس الصليحي، اليمن اليوم.